هو انا كنت متزوجة وانفصلت، بس قبل ما انفصل كان يعني في ناس انا اعرفهم كانوا بيعملوا لي سحر، وانا طلعت منه. يعني ربنا كان بيلهمني، انا كنت بصلي قيام الليل وكنت بدعي ربنا كتير اللي يكشف لي مين اللي بيعمل الاسحار دي، وبالفعل ربنا سبحانه وتعالى استجاب دعوتي وشفني مين اللي بيعمل لي الحاجات دي، تمام. وبالفعل برضه لقيت مكان السحر في المرتبة. بس بعد ما تم الطلاق ب6 شهور، يعني انا حلمت قبليه ب6 شهور، بعد ما تم الطلاق الحمد لله فلقيته، بس ما عرفتش ان انا ابطله طب وانت انت بعدها. طلعت السحر من المرتبة؟ طيب بس هو اتكب عليا. ماشي، خليني بس، انت لما طلعت انت جبت المرتبة ازاي بعد ما انفصلت ب6 شهور؟ إيه، ما انا لما اخدت العزال بتاعي والناس كانوا ماشيين يعني بينزلوا العزال بتاعي، كان هو في حد قطع بقطر كده وحاططها على جوه المرتبه اللي انا بنام عليها، فانا كنت بعاني من الحكايه ديت، وكنت بشوف الجن متلبس في اشخاص كده كانوا بيقصوا. وانت ما شفتيش، يعني انت غبت كام سنة من الزواجة؟ قعدت 4 سنين الا شهرين، في ال4 سنين دول انا كنت بتعذب. طب في ال4 سنين دولت ما رفعتش المرتبة وشفت القطر اللي ما تدوس في المرتبة؟ رفعت يعني هو زي ما اتقال لي في الحلم، انا قمت وعملت بس ما لقيتش حاجه، لاني ما دورتش، ما كنتش اتوقع اللي هو مقطوع على الحروف اللي هي بتاعت الخياطه. لما المرتبه اتشالت والناس كانوا بينزلوا العزال، المكان اتحرك، فربنا بقى اراد ان السحر ده يخرج. واللي كانت عاملة لك السحر ده سيدة، صح؟ غير اللي انا كنت باكل منها وانا عارفه صحيح. اللي هو معمول السحر، كنت باكل طيب واشرب عنده. والسيدة ديت أساسا، يعني خلينا نقول يعني بالمختصر كده، يعني أنا مش عايز، يعني مش عايز أقول، يعني بمعنى صح حماتك. بالظبط. حلو أوي. طيب وبعدين؟ ولما اتسألت في الحلم قلت لها مين اللي عمل لي العمل، اللي اتعمل عند مين، قالوا لي اتعمل عند واحدة اسمها رايا. واتحط قدامي 3 صور بطايق، منهم هي وبنتها وابنها، وقعدت اقول الله اكبر 13 مرة، وكنت برش في الحلم ملح وبولع في الورقة، فاتعملت على شكل وردة، اترسمت على شكل وردة. بعدها فعلا لسه السنة اللي فاتت 2023 لقيت في العفش الوردة اللي أنا كنت حلمت بيها كاملة زي ما هي وناشفة، وأخدتها حطيتها في مية ملح ورميتها. طيب فأنا على وانت طول بقى بحلم. انت اساسا كم عمرك؟ أنا حاليا 34، وخريجتي انت اساسا؟ أنا دلوقتي في سنة رابعة إدارة أعمال، بكالوريوس إدارة أعمال. تمام. يعني طيب، وانت عرفت بقى مكان الاسحار دي ازاي؟ يعني ايه لوحدها اللي والله من عند ربنا سبحانه وتعالى. حتى أنا أنام في 3 شيوخ بشوفهم في المنام، ولما سألت دول إيه قالوا لي دول ناس صالحين ربنا يعني بعتهم كده، بس هما بقالي سنتين من ساعة ما اتعمل لي السحر الأسود ده مش بشوفهم، مش بيظهروا طيب لي. طيب ماشي، ما علينا، إذا استعنت فاستعن بالله. يعني الواحد أساسا يعني لما يكون عنده استعانة ما يستعينش غير بالله جل وعلا، هو حميه وهو ناصره. لكن أنا خليني أسألك سؤال، أنت استخدمت أي طريقة للكشف عن مكان السحر ده؟ إيه، لأ كنت بشوفهم كده لوحدي. في حاجة بس أنا عملتها لحضرتك، اللي هي كانت زيت الزيتون، اللي هي إيه؟ كنت باخد منه معلقة، فلما حصل كده كانوا بييجوا يطردوني في نفس اليوم اللي أنا ببدأ أعالج فيه نفسي. وشفت كلاب كتيرة، منهم كانوا كلاب ماتوا، ومجموعة كلاب 4 كانوا صاحيين، وكان في واحد فيهم لابس بالطو أسود وواقف، هو الراجل يعني، ومدي ظهره وكان واقف جنب الكلاب دي. فالكلاب اللي هي الميتة، الكلاب الحي الأربعة دول راحوا ياخدوا الكلاب الميتة ويبقوا بيوسعوا الطريق ليهم. والراجل ده كان رايح فين؟ كان واقف جنبهم بس مديلي ظهره. طيب ماشي، جميل جدا. طيب أول حاجة خليني أسألك سؤال، نعم، إيه الأعراض اللي أنت بتعاني منها عموما؟ هي منطقة البطن وأسفل البطن طيب والركبتين ومنطقة الظهر والجبين، اتقال اللي هو معمول عليه طلسم، زي ما انا شفت العروسة في الحلم بيتحط عليها علامة حمراء على دماغ، على الجبين، وبيتعمل طيب حاجة على النار على ظهرها. طيب
ماشي. كل مرة بزود في قراءة القرآن بيظهروا لي، ولسه النهاردة حضرتك عملت الرؤية اللي هي حضرتك قلت أجيب كوب مية وأقرأ عليها آل عمران والأنفال وسورة النمل اللي هي الآيات منها، و دي تقدير. حصل معايا كده ونمت طب بعد صلاة العشاء، وشفت راجل أسود بيراقبني هنا في البيت، ولما أنا شفته بقيت أقرأ عليه قرآن وبعمله بإيديا كده، اللي هو زي يعني اللي هو يقف مكانه، هو بيرد لي نفس العلامة، أو بعمل علامة النصر بإيديا، هو بيقرأ وبيقول نفس الكلام اللي أنا بقوله، فراح جري عند باب الحمام وفتح لي باب الحمام وعمل لي بإيدي إن أنا أدخل، بس أنا مرضيتش أدخل، فصحيت على كده. طيب خليني آخر سؤال بقى، يعني أنت عندك أولاد؟ عندي بنت عندها 7 سنين. تمام. احنا دلوقتي بالنسبة للآلام اللي موجودة في البطن وأسفل الظهر والركب والآلام اللي موجودة في الجبهة، كل الأشياء دي إن شاء الرحمن هتزول من عندك تماما، وبعد ما تزول هقول لك على صور هتقرأيها وهقول لك على دعاء. هذا الدعاء هتفضل انك انت مستمرة عليه. جميل. اذا كانت السيدة ديت يعني لازالت بتعمل لك سحر، فهتسمعي فيها خبر قريب جدا، يا رب. هتسمعي فيها خبر قريب جدا. اما لو ما كانتش هي اللي بتعمل سحر فخلاص ما راح يحصل اي شيء، ولكن ثق انك انت هتسمعي فيها خبر قريب جدا. يا بس رب انت إن شاء اللي الله. هتعملي، يعني اللي انا هقول لك عليه هتعملي. شفت كده؟ يعني سبحان الله كان بيقول لك في حاجه زمان اسمها عده ياسين، طبعا هذا امر شركي تمام، لكن انا هخليك تعملي حاجه كده زي ما بيقولوا ايه، يعني هنقرا عليك عده ياسين. وعده ياسين يعني اللي كانوا زمان لما بيجي يقراوا على حد مثلا سرق، خليني ده لحظه واحده وهرجع. مع حضرتك. طيب يا استاذه معلش، اصل في حد يعني عمل تصرف عملت له حاضر. ولا يهم حضرتك. طيب بص يا استاذه، يعني شفتوا كده كل اللي بتسمعني كده يا شباب يكتب لي بسم الله على التكسر، كل الناس اللي بتستمع ليا تكتب لي بسم الله على التكسر، وانا عايز برضو الاشخاص اللي بيسمعوني يعني برضو يحاولوا يسمعوا الرقيه دي مره ثانيه. بالنسبه للرقيه ديت انت عندك اعتراض ان انا لو نزلتها في القناه تسمعها مره ثانيه ولا بلاش؟ لا مفيش مشكلة. طيب خلاص نزلي بقى ايه البتاع الحمراء دي، نزلها كمان شويه، مش عايز يبان منك حاجه انا خالص. ايوه كده 10/10. طيب كل الاشخاص او كل الاخوه اللي بيسمعوني يا شباب يكتبوا لنا بسم الله دلوقتي. اذا كان في حد عمل لنا سحر والحد ده يعني سبحان الله مستمر في عمل السحر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في حديث ان يعني ان الانسان اللي بيعمل البغي او اللي بيبغى لازم انه يرد عليه البغي، وسبحان الله البغي ده يعني ما في بغي أشد من عمل السحر للإنسان. فالإنسان لما بيعمل سحره أولا كفر بالله جل وعلا، وباع الدنيا بالآخرة عشان يعني سبحان الله يدمر حياة حد. فإحنا نعمل طريقة معينة، هنعمل بقى إيه؟ كل اللي بيسمعني عشان يرد السحر على الساحر هيعمل اللي أنا هقول عليه ده، وبالنسبة لكل الأعراض اللي عندك هتختفي يا أستاذ. فاللي يا سامعني رب. سبحان الله على التكسر. بسم الله. طبعا اكيد بيبقى عندك قطط حوالين البيت بتاعك صح؟ أو هتجيبي فردتين حمام تمام؟ حاضر. انت بتعرفي تذبحي ولا ما بتعرفيش تذبحي؟ لا بخاف من الدم. بتخافي من الدم. طيب وليكن هتجيبي مثلا يا حمام يا فرخة
بس انا عايز اللي يكون اللي هيذبح الحاجه ديت امك. امك عايشه تعرف تذبح؟ اه الحمد لله يعرف تعرف. امك بتصلي؟ بتصلي الحمد لله وتصلي قيام الليل برضه. حلو قوي. امك هتذبح الفرخه دهيت او هتذبح جوز الحمام دولت وهم وهي متوجهه للقبله، وهي بتذبح جوز الحمام ده همت تمام. اه يكون في النيه بتاعتها ان لو في ارواح شياطين موجوده في جسمك وان في حد يعني سبحان الله بيسلط هذه الشياطين، ان ربنا سبحانه وتعالى يرد اذاه علي. يرد ايه؟ أزالي. أزاء علي. وتكون وهي بتذبح الجوز الحمام تكون متوضية على وضوء كامل. تكون إيه؟ متوضية على وضوء كامل. متوضية على وضوء كامل. وهي متوضية على وضوء كامل هتمسك الجوز الحمام وهي تجي بصة ناحية الجبلة كده وتقول حسبي الله ونعم الوكيل 7 مرات. هتقول إيه؟ حسبي الله ونعم الوكيل 7 مرات. وتقول حسبي الله ونعم الوكيل على كل من يؤذي بنتي ويسحر لها. اللهم إني أجعلك في نحري، اللهم رد كيده على أعز ما يملك. تمام؟ اللهم رد كيده على أعز ما يملك. لكن في حاجة أنا عايز أقولك عليها، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. هل أنت شايف أن الست دي يعني لازالت إلى الآن شغالة في الضر ده ونعفو ونصلح، ولا ان الست دي مش راضيه تسكت يعني شغاله على طول في الاسحار والاتعاب؟ لا حضرتك، هي شغاله على طول لدرجه اللي انا ليا ايام في الاسبوع وايام في الاشهر بدخل في مرحله يعني تعتبر شبه اللي انا بشوف اعراض الموت ليا ولوالدتي برضو نفس الكلام. حلو قوي. 4 جواز حمام يعني 4 حمامات. تمام. هتيجي في امك وهي متوضيه ويكون في اليوم ده مصليه الفجر قبل طلوع الشمس، ومن الفجر تفضل تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتحسبن الله عليه وتحسبن. امك حافظه قران ولا مش حافظه؟ اه الحمد لله بتقرا قران على طول، في سور هي حافظاها طبعا بتصلي. تمام. هتفضل ان هي هتذبح ال4 حمامات، هتصلي الفجر، هتكون على وضوء لحد ما تخلص ما يجي الضحى، وهي طول ما هي على وضوء تقول حسبي الله ونعم الوكيل على كل من يؤذيني ويؤذي بنتي، اللهم رد كيده في نحري، اللهم رد كيده في نحري، اللهم رد سحره عليه، اللهم رد سحره عليه. وتظل ان هي تدعي ربنا سبحانه وتعالى هذا الدعاء، تظل ان هي تدعي ربنا ايه؟ سبحانه وتعالى هذا ايه الدعاء. ثم بعد ذلك هتصلي 4 ركعات الضحى حتى يكفر الله عز وجل لها اخر النهار، لان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يا ابن آدم حسبك 4 ركعات أول النهار أكفيك آخره. بعد ما تصلي ال4 ركعات ضحى هتجرحها أي ناحية الجبلة كده وتبص كده في السماء وتقول حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، اللهم حسبي الله ونعم الوكيل، اللهم إن فلانة ابنة فلان باسم أبوها قد سحرت بنتي وتسلطت علينا بالأذى، فاللهم كما لجأت إلى السحرة وإيقاع أذاهم علينا، اللهم رد سحرها وكيدها عليها. وتيجي مسكة الحمامات تقول بسم الله الله أكبر، اللهم هذا منك وإليك، بسم الله الله أكبر، اللهم هذا منك وإليك، وتذبحهم. وبعد ما تذبحوهم تمسكيهم تطيبيهم. تمام. يعني إيه أطيبهم؟ إيه يعني إيه أطيبهم؟ يعني أنظفهم كده؟ تتنظفيهم وتطيبيهم، بتسويهم كأنهم هيتاكلوا. حلو الكلام. لازم انا بنفسي حضرتك؟ امك تطيبهم يا استاذه. طيب تمام حاضر. بعد ما تطيبيهم هيكون يعني سبحان الله هنقرا عليهم سوره القلم مره واحده، ولما نيجي عند فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، فأصبحت كالصريم. نكرر كلمة فأصبحت كالصريم دي 100 مرة. تمام؟ حاضر. وهتمسكوا حمامتين هتتصدقوا بيهم للأشخاص، لأي حد مساكين يعني ياكلوهم، والحمامتين التانيين مجرد يعني سبحان الله يكون هذا في نية أمك، هتبص إن شاء الرحمن تلاقي أمك إن
في قطط بعد ما تصدقوا بالحمامتين الاول ان شاء الرحمن هتلاقوا قطط قدام بيتكم. قولوا بسم الله وحطوهم على جنب كده للقطط. تمام ان شاء الرحمن 4 ايام تسمع خبر في الاستاذه دي وتبعت لي في الرسائل يعني في الواتساب تخشي تبعتي لي تقولي لي وش اللي صار فيها. حاضر. صعب ده؟ لا مش صعب. خلاص خلهم تعملوا بكره بقى. الله باذن الله. اي حد سحركم اعملوا الطريقه دي يا شباب وهتسمعوا خبر فيه وكل حد سمع خبر في من سحر وقول لنا وش اللي صار معاه. بالنسبه للالم اللي موجود في راسك والالم اللي موجود في ظهرك والالام اللي موجوده في جسمك ان شاء الله الرحمن ما راح تشعري بها مره ثانيه فغمض عينك لو سمحت يا استاذه. كل شخص بيسمعني كده اكتب لي بسم الله. كل شخص يسمعني اكتب لي بسم الله. طبعا الحاجه اللي انا قلتها ده هي عباره عن علم لدني فلو انت عارف اللي سحرك واللي سحرك ده مش راضي يبطل وكل شويه شغال عليك سحر ومفيش فايده فيه ولا انت عارف تخلص منه انا في قدامك حاجه من الاثنين فمن عفا واصلح فاجره على الله. اما بقى لو صاحبنا ده شغال يعمل لك في السحر اتوكل على الله واعمل اللي انا قلته وراقب 4 ايام. انا مش عايز اقول وش اللي بيصير لان هذا في علم الله جل وعلا لكن بتسمع خبر بس بتسمع خبر واضح يعني خبر واضح يعني. فمجرد ما تطعم الحمامتين الاول يعني لمساكين هتبص تلاقي ان في قطط حوالين بيتك بتحوم اديهم بقى للقطتين الحمامتين الاخرانيين يعني. غمض عينك يا استاذه وكل شخص بيسمعنا يا شباب يغمض عينه لو عنده اي الام في الظهر او الام في الركب او الام في الصباع او الام في المفاصل غمض عينك. غمض. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض
وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. الآن هتلاقي الجبهة بتاعتك في شيء مسكها، صحيح؟ وهتبص تلاقي إن الظهر عندك في حصى النبض فيه، تمام؟ وفي قلبي. طيب، وهتبص أيضا في الركب هتلاقي في شواكي فيها الآن، حاجة بتشكك. كل شخص حسب الأعراض دي اكتبها لي على التكست. أغمض عينك. بأمر الله الواحد الأحد تسحب جميع الشياطين من هذا الجسد، تسحب جميع الشياطين من هذا الجسد. يا ريت يا شباب فضلا وليس أمرا ندوس لايك ونعمل مشاركة المقطع ده في جروبات الواتساب والفيسبوك اللي نعرفها، خصوصا طريقة رد السحر على الساحر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله قيلا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قولي بسم الله. بسم الله. حركي راسك، مش هتلاقي فيها ألم. مش حاسه بيها. طيب، راح في الألم؟ الحمد لله. طيب، سيب الموبايل بقى وقوم حركي ظهرك وامشي على رجلك، هتطق ركبك وهتلاقي كل الألم اللي موجود عندك اختفى. مش حاسه بيها. اختفت كل الألم اللي عندك يا استاذه، صحيح؟ ما عادش في اي الم نهائيا، صح؟ مش حاسه. مش حاسه باي الم، حتى كان في الم في بطني بس مش حاسه بيه. خلاص كده، الحمامتين بكره تذبحوهم. خلاص. حاضر. بكره تخلوا امك تذبح 4 حمامات. بس هي يعني هي لسه هتجيلي. خلاص. وقت بقى ما اسويهم و تواصل معايا على رقم الواتساب ده. انت عندك رقم الواتساب بتاعي؟ لا. 002. طب ثانية اكتبه. بس ثانية. كل شخص هيعمل طريقة رد السحر على الساحر بال4 حمامات والطريقة اللي أنا قلتها، بعد 3 أيام يرسل لي وش اللي صار معاه. أيوة حضرتك. 002. 010. 0012. 002. 010. 010. 99. 99. 244. 244. 900. 900. بس كده. تمام حضرتك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. هو كده حضرتك.